طال جهاز مكافحة الإرهاب فوج اليالا والنجف. شلون المعنويات؟ عالية عالية. خالد تعال هاي هياته. هاي مصور. راح سعد مصور زين. وين؟ مستوى وين؟ ما ادري. يلا معاد عبر. يلا عبر عبر. محمد يا محمد. واو. الصناعة القديمة هذه هو هذا المعمل الثاني صار عندي هون. كلها مال هون 120 120 مو؟ هاي هنا سبطاين من هوا 120. Thank you.
ليش نسوي ذا؟ مروان ناخذ يسار يمين. بس البيبان فوق الحيل الفتحة اللي كابتن. حيل طب البيبان حيل. وين حسون؟ حج مروان. ماكو شيء ماكو شيء. ربع ربع. يا قناة. وصل. تجي كلنا خاطب منا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شوكم. شوكم. تقارب سبعة صار. هاي شو اسم المنطقة؟ هاي السنه القديمة. شو وقت انتو تحررتوا؟ والله قبل ساعة هي شي ساعة ونص. الحمد لله على سلامتكم. خير هلا بيكم. سووا الدواعش مشافوا جهاز بكافة الرابق تربوه؟ والله احنا من داخل البيت اي وما حسنا انتو طبيتوا علينا. عيش استريح شرب شاي. الله يرضى. Oh, yeah. What is it, Mario?
احنا حقيقة يهمنا بشكل خاص حضور الموصلية لان لها مشاهديها من داخل الموصل وخارج الموصل، والموصلية دائما نتيجة مواكبتها للعمل التعرضي تنقل الحقائق كما هي، وان شاء الله تبقى على هذا النفس وما تنحاز الى جهة معينة تستثمرها تلك الجهة الى مصالح آنية أو مصالح شخصية. أنتم الآن تمثلون الموصل وعيون الموصل على شاشتكم على قناتكم من خلال شاشاتهم، فنأمل أن تنقلوا الحقيقة كما هي. الأمور جيدة، وصلنا إلى مناطق مهمة، مجموع ما تم تحريره لحد الآن 25 حي من مجموع 38 هدف أو حي مخصصة إلى قيادة قوات مكافحة الإرهاب. إن شاء الله ما تبقى هو الأقل، ولكن قد يكون هو الأصعب، وإرادة الله سبحانه وتعالى ورعايته ستذلل الصعاب التي تعترض طريقنا باتجاه آخر الأهداف. قطاعاتنا تتقدم وتحقق انتصارات رائعة على الأرض رغم سوء الأحوال الجوية ورغم تقلبات الجو، ولكن نحن نقاتل ونحقق انتصارات، وستستمر انتصاراتنا ونحقق انتصار كامل بالسيطرة على الساحل الأيمن بالكامل وإعادة أهلنا إلى أحضان الوطن آمنين ومؤمنين. يمكن كاميرتكم رافقت قطاعاتنا باقتحام حي العروبة والمنطقة الصناعية، وهي كان آخر واجب اليوم أمس نفذ وتم السيطرة ليلا. احنا سيطرنا على المنطقة جزء منها نهارا واستمرت العملية ليلا لحين انتهاء الواجب والسيطرة على هذه المناطق بالكامل. اود ان اذكر انه احنا في حي العروبة وجدنا عائلة محتجزة من 25 شخص في احد الدور، والدار كان ايضا مفخخ. العدو استخدم تكنيك جديد في المعركة وهو احتجاز أعداد من العوائل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية
في دور هو يختارها ويفخخ هذه الدور ويقاتل من أسطح الدور أو في الطوابق العلوية ضد قطاعاتنا. في حالة عدم ضربة للعناصر داعش فيقوم بتفجير الدار أو دفع عجلات مفخخة قريبة من الدار لغرض تفجيرها وقتل هؤلاء المدنيين. الغاية العدو محاصر، العدو ليس له ملاذ إلا الاستسلام أو القتل، فدي يحاول بشتى الطرق أن يتملص من المعركة أو يلقي له منفذ، سواء بالضغط لإيقاف القصف الجوي أو سواء بالضغط لإيقاف العمليات في الساحل الأيمن، ولكن العمليات مستمرة إن شاء الله. ونحن منذ البداية منذ عملياتنا في الساحل الأيسر أسلحتنا الثقيلة حيدت بالنسبة لنا كجهاز مكافحة الإرهاب، سواء المدفعية أو الهاونات أو الصاريخ. نحن لم نستخدم هذه الأسلحة ولن نستخدمها طول المعركة، لأنه الاشتباكات قريبة مع العدو، ونعلم أنه هذه الأسلحة لها تأثيرات على البنية التحتية وعلى ممتلكات المواطنين وعلى أرواحهم، ولهذا لم نستخدمها. وأما ما يتم من قصف جوي، فالقصف الجوي يتم وفق معلومات دقيقة وفق رصد جوي دقيق لاستهداف عناصر داعش حصرا. العملية مستمرة وانتصارات إن شاء الله متلاحقة، وسيتم تحقيق النصر والسيطرة على الساحل الأيمن خلال أيام قليلة جدا، لأنه ما تبقى هو اليسير وما أنجز هو الكثير.